اه شايف. امال بتخبط على مين؟ ها؟ الباب بتخبط على مين؟ بخبط على الباب. لكن الباب مقفول يا اخي. انت ناظر المدرسة؟ لا مش ناظر المدرسة. ها؟ سكرتير المدرسة؟ ولا سكرتير المدرسة. ها؟ الله، طب زعلان ليه؟ هي مدرسة ابوك. ولا مدرسة ابويا، انما زعلان من الغباء. كل ما امشي في الشارع اقابل ناس اغبياء اغبياء. المجانين في نعيم. فعلا، لانهم مش اغبياء زيك يا غبي. يا غبي؟ نعم. لا مش انت. ها انا كنت بحسب. يا حاج يا حاج يس جيبي جيبي ابي جيبي ابي امتي. ما تعرفش عبد السلام افندي ساكن فين؟ مات؟ اه عبد السلام مات؟ انا لسه مكلمه. مات ازاي؟ في حادثه؟ لا 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 لا. ايه؟ انا بقى هلا. طب مش كنت تقول من الصبح كده؟ اه مع السلامه مع السلامه. شي مع السلامه. لا 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 تعرفيش مدرس اسمه عبد السلام خفاجة؟ اسمه ايه؟ اسمه عبد السلام خفاجة. اه عبد السلام خفاجة. ايه تعرفيه؟ هو بيه اللي اتبدل وجرفطه مفنكشة. ايوه. وفي طولك وفي عرضك كده تقريبا. تمام. واسمر ودمه خفيف مش كده؟ هو ده بالظبط. معرفوش. لا تعرفيه. باين في عينيكي انك تعرفيه. اعرف لكن مش هدلك عليه. ليه بس؟ ده انا غلبان ومسكين. حرام تعمل نفسك اخرس؟ احرم. ورايا. رايح فين؟ انت رايح فين يا مجنون؟ اطلع قدام شويه. لا 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 لا. يا مجنون. يا ايدي. حاجبك كده. كنت عايز اركب وراكي. مش انت اللي قلت لي اركب ورايا؟ تمشي ورايا مش تركب. انت ايه؟ انا احمد ابو العز. جاي اقضي الويك اند في الفيوم. تقوم توقعني؟ ما انا كمان وقعت. احنا الاثنين وقعنا في بعض. ايه اسم حضرتك ايه؟ ليلى البرجاوي. الله عاشت الاسامي يا مدام ليلى. انسه. انسه؟ ايه ليه كده ليه؟ ده انا غريب وتايه. دلوني اهل الثواب. سيبي اللي جام. هتجري مني ومش هعرف اروح لعبد السلام لوحدي. لا ما تخافش همشي بشويش. ده كلام رجاله. ورايا. وراكي تاني. قولي له ضيق خطوته شويه. قول له انت بالتاكيد هيفهم كلامك. على مهلك شويه يا صاحبي. بصراحه بلدكو دي في منتهى الجمال. ما كنتش اعرف انها حلوه قوي ولا بالجمال ده كله. متهيألي مش هسيبها ابدا. انت ما بتردش ليه؟ ها؟ نفسي اطمن. احنا هنتفق سوا ونبقى حبايب ولا انت مشغول بغيري؟ وما دام مفيش في حوافرك دبله، قصدي في صوابعك دبله، يبقى ايه المانع انك تكون حبيبي وانا حبيبك؟ ها؟ ما بترديش ليه؟ يا حياتي؟ ما بتردش ليه؟ ايه؟ خليك هنا يا برحت اوعى تمشي. ها؟ ايه؟ في حاجة؟ طب قوم عشان تحرم تعاكس بنات الناس. مش هحرم. يا سلام. طب امشي. على مهلك. اتسند عليا.
دايما مش قصدك. انت بتلعب كركديه؟ اه يا اخرب عقلك. استاذ احمد، استاذ احمد اصحى بقى، احنا وصلنا. احنا وصلنا بدري كده ليه؟ انت ما تعبتش؟ معقول اتعب من الهنا اللي انا فيه ده؟ يا حماده، حماده. صاحبي اسمه عبد السلام خفاجه مش حماده. حماده ده يبقى اخويا. والله عال قوي، ده احنا نبقى قرايب. اصل انا وانا صغير كانوا بيدلعوني بحماده. سلام. يا حماده، يا حماده. انت يا ولد يا مقطوف الرقعه. يا حماده انا وليا ولد مسعود ابن عم، انما اللي بتندع دي تبقى اخت. صح صح يا صح. يا يا ريت اشوفك تاني. ليه؟ ليك اصحاب تانيين عايزني ادلك عليهم؟ من لقى احباب ونسى اصحابه. يعني كمان ليك حبايب في الفيوم؟ حبيب واحد اتعرفت عليه النهارده. ها؟ مين يا ام؟ الاستاذ احمد صديق الاستاذ عبد السلام. شايل معاك جورنان انت كمان؟ اه ليه؟ اصل الاستاذ عبد السلام ما بيشيلش عينيه من على الجورنان. اه اصله بيحب ال ما انا عارف. عارف ايه يا ولد عيب؟ بيحب الثقافه. قوي قوي. اتفضل اهو. انا همشي بقى. سعيده. ليه؟ يلا يا برا. استني يا لول، هروح معاك. بقول ايه؟ لو تاه مني عبد السلام الاقيكي فين الساعة كام؟ يدوق ايه يا استاذ؟ ده يطول البلد. مع السلامة. انت تعرف ليلى منين؟ تعرفها منين ها؟ اما ليلى الذوق صحيح. طب قول لي حمد لله على السلامة، انت ايه اللي جابك؟ يا باي على المقابلة اللي زي الزفت يا باي. والله يا اخي البت دي اكرم منك. ولا اعرفها ولا تعرفني، وجابتني وراها لغايه هنا. وراها؟ ايوه. والناس شافوك وانت وراها؟ ايوه. وعرفوا انك صاحبي وانت وراها؟ ايوه. وبتقول ايوه كمان. الله. وبتقول ايوه. وبتقول ايوه. الله. وبتقول ايوه. وبتقول ايوه. اهدى يا عبد السلام، حرام لا تموت في ايد نفسك. اللي جيت وراها دي بنت عمي مسعود البرجاوي اللي عايز يتجوزها، اللي حاكم عليها في الشباك اللي بيطل على شقتها. مره شاف واحد يبص لها فقع له عينيه الاثنين. الاثنين؟ ودلوقتي يا ولدي ماشي بعكاز. ده في يوم ضرب 20 نفر عشان خاطرها. عشان خاطرها؟ بقى شقطهم لبعض زي ما يكون بيلعب كوره. وبيلعب كاراتيه، شوف الحلاوه. يعمل كده يوقع اربعه، يعمل كده يوقع خمسه، يعمل كده يوقع سته، وبيقسم وشغال. صحيح ولا عاوز تخوفني عشان ابعد عن بنت عمه؟ وشرف الاخوه والزماله والطفوله المشرده ان كل كلمه بقولها عليك يا مسعود صح. خدها من قصير وارجع مصر اتكل. يا نهار اسود، مسعود جه، مسعود جه.